قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على الضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب ارمي قدامي حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جرنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع! ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنت؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا، الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الأول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الأخلاق والأدب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار أسود. ورور؟ وريني. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس ما تجيب ولا احكي لك، علي جرى وانت حلوه ما تجيلك، علي جرى بس ما تجيب ولا احكي لك، علي جرى والنفوس مش صافية.
شكلها كده عركه كبيره بين اهل العريس واهل العروسه، وهنطلع النهارده من 30 محضر. يا عم اختفى انت بقوا 31. الف مبروك يا عريس، الف مبروك. طب امال فين العروسه؟ يا ريتني ما سالت. اهلا وسهلا يا باشا. اوعى انت كده. اوعى. اهلا يا باشا. اتفضل عند اهل العروسه. لا اتفضل عند اهل العريس. اتفضل يا باشا عند اهل العروسه. يا ريت عند اهل العريس. ولا اهل العريسه ولا اهل العروس. انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخوانا البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب، ومهما كان دليله العمر. ها رواقوا. لا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه يا جدع انت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص وواطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما هو كلم الحاج يا تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضنه. ايوه قول له يا باشي، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دفع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. أيوة لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل. فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايوه اعراض. ده اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا، بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده، ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر. ايه بلدينا دي؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، واتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. اتجننت يا عسكري. يا جماعه كده ما ينفعش، هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتن. يعني الشتيمه ما تنفعش. طيب مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ مالك يا باشا؟ كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض، وانت واقف تتفرج على الضابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجد الباشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف،
وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. الله، مش كنا بنفض يا فندم؟ تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف، اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم، اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة، هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده، بتعصبك يا فاشل. اه بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في صحه ان افخد كلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر، اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطت فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها، وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه متورط فيك. الجامعه دي اسمها جامعه الصفوه الدوليه، في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره، الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله، وبايظ ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني، أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي. Oh,
انت مرفوض من ثلاث جامعات حكوميه بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكوميه. انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسه يا فندم. اخرس ملعون ابو مجانيه التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك ما تقولش اي حاجه. الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجه ابدا. اتفضل يلا على المدرجه. فاهم؟ فاهم يا فندم. وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعديه. اتفضل بره. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندره النسبيه. ايه ده؟ لا خيالك، قم فز وانت بتكلمني. اسمك ايه يالا؟ بسيون. نعم بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من ثلاثه يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله، اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي أقدر أقوله لك إنك مش متربي. أو ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف أسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. دي إنجي برنساس الجامعة. يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر. أصلنا فتانة أنيسة إنجي. لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضره. ما انا عارف، الموارد الاقتصاديه وعلاقتها بايه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضره جايه تيجوا ومعاكوا الصبغه. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا. دي بقى المكتبه طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. ايه توحى الكلام على ايه؟ يا بطة مش قلنا كل الكلام ده في الهيش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطة صبح تاتا اتنين في تلاتة. ايه رأيك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة ابوك ما تفكرنيش، دي شقة زبالة ونسوانها كلها عايزة الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت ألماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقة فيها نسوان بلدي. انت هتسلح لي حتة زبدة. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لك عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني. بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبت، هروح اجيب انا المشاريب. ياه
فيه ايه؟ ولد بصحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين وتاني حاجه ساقعه. يا حبيبتي دايما البدايه عندك بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب. لا انا. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياه ابوك بلاش الصباع ده. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي. تحتلف دماغك من الصبح؟ يلا كده احلى. الله 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 الله. سخنه. الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم. في برم يقع الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. اه انت تقصد القصه يعني. انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين. وبعدين شايفك متنرفز قوي يا عم. دي قصه. قصه. بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف. احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك. انا حر. بسيوني مستنياك. شباب بيحبوا نمبر وان عايشين كده لينا ستايلاتنا كل حياتنا يا حب يا فن لا تغيرنا ولا تأمرجنا ومحدش في الدنيا شركنا والأصلنا دايما بنحب ريحنا وسبنا ده الكب وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو. لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح بس الصراحه انا كنت قاصد.
عادي انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوني. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انجي يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. يا ماما انزل. لا عادي خلاص بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومؤيساتهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي ايه يا عم؟ مالك زعلان من ايه؟ من قلة يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اثنين. يا ماما قايل لك 100 مرة انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ ما بتضحك معاك؟ وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعي غرك زي ما يغر انجي. لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك. انا معتبرك طحنته. اوه. لسه معاك طابع؟ معايا بس انت افورت النهارده يا كبو. يا بقى فيها كبو. اخلص. هات ايه من خد. وفكرة بقى انتم مغرورين في الواد ده. وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجة؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رأيك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباكي ها؟ اه دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ اه بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي يا انجي انتي بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. اه لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا.